السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحسن الاحوال. اليوم قدمت لكم واحد سلطه بارده منعشه ولذيذه، كنتمنى تعجبكم. حتى جوج فيها جوج برتقالات، جوج تفاحات، واحد الباربه، وجوج خيزوات. كنقشروا الجزر ديالنا والباربه، التفاح كنخليو بالقشور ديالو، والبرتقال كنحتاجو الماء ديالها، عصير ديالها تقدر تعصروها. وكنديروا هذه الطريقه، كنحكوا بالحكاكه الغليظه بالطريقه اللي كتشاهدوا في الفيديو، شكل طولي. كتجي هاد السلطه بارده بارده منعشه زوينه لذيذه، مقدرش نوصفها لكم الصراحه، كتجي زوينه. كنتمنى تجربوها تردوا عليا الخبر. من بعد ما حكينا الباربه ديالنا، كنهزو التفاح ديالنا كنحكو بالقشور ديالو، كنخليوها بالقشور ديالها. كنتمنى تكون الطريقه واضحه في الفيديو. كنستعمل الحكاكه الغليظه، الجهه اللي كتكون غليظه الفوق، وكتحكو بشكل طولي باش كيجيونا بحال الشكل ديال الصفه، بحال سباكيتي، بحال صفه سباكيتي. نستمر بهذه الطريقه حتى كنحكو الجزر ديالنا والباربه والتفاح، وكنعصرو عصير ديال البرتقال والليمون. انا درت هذه الطريقه، ممكن تعصروا في ديك العصره ديال الليمون باش كتسهل عليكم المأموريه. بعد خطره تبغي تسربي كتقضي بلي كاين، كتبغي تسربي الشغل، المهم عصروا الماء ديالها. ديروا جوج ليمونات كبار، تقدر ديرو حتى ثلاثة على حسب اللي بغيتو يكون فيها العصير مزيان. من بعد ما كملنا الحكان ديال الجزر والباربة والتفاح وعصرنا عصير ديال الليمون، دابا كنديرو السكر على حسب الذوق. انا درت غير معلقة كبيرة حيت الخيزو كيكون حلو، التفاح كيكون حلو، احسن متكتروش السكر بزاف. ديروا معلقه كبيره صافي كافيه. كنخلطوا الخليط ديالنا بهذه الطريقه، كنزجوا داك العناصر اللي حكينا، وكنقدموها في جويبنات، كنخليوها تبرد. بحال سلطه بارده منعشه لذيذه، كنتمنى تعجبكم. الى فيديو قادم ان شاء الله، وشكرا جزيلا.